السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله اعلمكم معدة سواقة الجي سي بي. تمام، الجي سي بي ده غير التاني الكاتر بيلر، ده مكتوب عليه جي سي بي اوات. يلا نبدأ شباب. اول حاجة يا شباب هنشوفوا الزيت، تمام، والمية. في هنا اواتي وعين اشد المياه الزرار ده عشان يفتح الكبود معاني. تمام، دي قربة المية يا شباب. يا شباب، ودي يا شباب فنتر الهواء، لازم نطفي كل يومين عشان يبقى الجي سي بي خفيف معاي. يعني تفك الزرار من هنا واتي، تفك دي وتروح شاده وتطلع الفنتر تنفضه كل يومين يعني. تمام، وهنا واتي زيت الماكيني. تمام، زيت الماكيني يعني لغاية هنا مظبوط اهو، هو كده مظبوط. تمام، بعد ما شفناه رجعوه زي ما كان. وده يا شباب زيت الهيدروليك. تمام، هنا هوات العالمي. تمام، لغاية هنا يبقى زيت الهيدروليك مظبوط، مش لغاية هنا يبقى ايه، افك دي وافكها برضه بالمفتاح. بالمفتاح، تمام، احط المفتاح هنا وافك الغطاء وازود الزيت الهيدروليك اللي انا عايزه. لما شفت الزيت والمية وزيت الهيدروليك هروح مقفل ايه الحبل ده، اشده. تمام كده ابقى قفلت ايه الغطايا. بعد كده هركب من جوه بسم الله الرحمن الرحيم. يا شباب بعد كده هشغل من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام يا شباب، الديزل حرارة. تمام، الكشافات. تمام، دي الدفاية ودي التكييف. تمام، هلفه كده وراح دايس على البيضة دي، هيشتغل التكييف. تمام، ودي فرامل اليد، لو انا عملتها كده هيبقى كده شغال، كده هيقفل معاي. دي فرامل اليد، طبعا احنا هنشغله يعني. تمام، دي الفرامل. تمام، ودي بتاعت الدركسون، لو انا عايز ارفع الدركسون. دي الديزل يعني. تمام، دي بتاعت الدركسون، لو انا عايز ارفع الدركسون لفوق زي كده يرفع. تمام، عايز مدلة معاي شدها كده وشد الدركسون لما عادي. دي الغيارات يا شباب، اربع غيارات اهمات كده، منورة كده، الاول اربع غيارات يا شباب، الاول تاني كده، الثالث كده، الرابع كده، منورة. هما مرسومين اهمات قدامك. تمام، العصاية دي لقدام هيطلع لقدام كده، منور كده، يرجع لورا. تمام، دي بتاعت الدفع الرباعي. تمام كده شغال دفع رباعي، ودي انا ما انصحكش انك تشغلها باستمرار يعني، دايما تشغلها لما تكون مغرز مثلا او في حتة يعني صعب ان الجي سي بي يمشي فيها يعني. تمام، العصاية دي أربع حركات. تمام، لو أنا شديت لورا، لو أنا شديتها لورا هيرفع معاي الباكت زي ما أنتم شايفين كده، هيرفع معاي الدراع. لو أنا زقيتها لقدام هينزل معاي الدراع، يبقى لورا أرفع الدراع، لتحت أنزل الدراع. تمام، لورا أرفع الدراع ولتحت أنزل الدراع. تمام يا شباب، لو أنا جبتها يمين هفضي الباكت، شايفين؟ لو انا جبتها شمال هعبي الباكت، يبقى يمين افضي الباكت، شمال اعبي الباكت. تمام، يبقى لورا ارفع الدراع، لقدام هنزل الدراع، يمين افضي الباكت زي ما انتم شايفين، شمال
اعبي الباكت. تمام يا شباب. ركزوا كده في الباكت وعين الباكت. تمام. العصاية اللي جنب دي هاي. تمام. لواني زقيتها لقدام افتح الباكت خالص في النص كده يعني، واعينه كده اقفل الباكت كده، افتح الباكت كده انزل ايه افضل اقفل الباكت خالص. يبقى دي اربع حركات. تمام. ترفع الدراع وتنزل الدراع وتفضي الباكت وتعبي الباكت. يبقى لورا ارفع الدراع ولتحت انزل الدراع، يمين افضي الباكت، شمال اعبي الباكت. العصاية دي تمام، دي العصاية دي لو انا عايز افتح الباكت كده زي ما انتم شايفين قدامكم اهو، اهو فتح اهو، ودي يعني استخدامها قليل برضو. تمام. كده احنا يا شباب شرحنا ايه الباكت قدام. تمام. عايزين ننتقلوا ايه للحفارة ورا. زين. الحفارة ورا لازم عشان انقل الكرسي او عين على يمينك تحت الكرسي اهو، لازم تشد كده عشان يلف معاك الكرسي. تمام. اه شباب كده نتلقلوا ليها من الحفارة. تمام. دي اربع حركات ودي اربع حركات. تمام. ويختلف الجي سي بي دي عن الجي سي بي الثاني الكاتر بيلر، النوعية دي المكتوب عليها جي سي بي بالانجليزي، هاي جي سي بي بالانجليزي، دي عبارة عن زائد كده اهو في. تمام. نظام كده اهو عكس يعني، عكس ديكي. تمام. فنحن لو جينا بالعصاية دي لو انا شديتها كده هيجي معايا يمين الدراع الاولاني اهو زي ما انتم شايفين كده، هيرجع تاني معايا شمال. يبقى انا ايه كده يمين كده شمال، واخدين بالكم؟ لو اني جبتها كده هينزل لتحت الدراع الاولاني كده هيرفع معاي. تمام. يبقى نحن الحركة دي العصاية دي في اربع حركات. يبقى انا لو جبتها كده يمين، ركزوا معايا شباب، يمين وكده شمال. تمام. ولو رفعت لفوق كده يبقى لتحت، هنزل الدراع كده لتحت يعني، وكده هرفع الدراع تاني. تمام. يبقى دي اربع حركات. العصاية الثانية دي برضه اربع حركات. تمام. وعين يا شباب كده يا شباب همد البوم الثاني، واخدين بالكم؟ يعني كده لو انا شديتها كده لتحت هيلم البوم الثاني، لو انا زقيتها لقدام هيفرد البوم الثاني زي ما انتم شايفين قدامكم. يبقى كده الم البوم الثاني وكده افرد البوم الثاني. هي صعبة شوية الحفارة بس انت لو ركزت فيها تعرفها اكتر يعني. تمام. يبقى كده الم البوم الثاني كده افرد البوم الثاني يعني، يعني لم وفرد. زين. لو انا جبتها كده افضي الباكت. تمام. ولو انا جبتها كده اعبي الباكت. يعني يا رب دي اربع حركات خاصة بالوصلة الثانية. وعيني شايفين يا شباب؟ انا عايز اجيبكم التصوير وفي نفس الوقت تحريك العصاية. تمام. يبقى كده عبي كده اهو تلم البوم الثاني يعني، وكده افرد البوم الثاني. تمام. الم البوم الاول، الم البوم الثاني افرده. تمام. كده افضي كده اعبي، يعني هي سهله. تمام. اربع حركات بس. زين. يعني العصايه دي تمام خاصه بالدوران يمين وشمال والبوم الاولاني ديتك هي الوصله الاولانيه دي. تمام. يعني هاي لو انا جيت كده هيجي معايا يمين، لو اني عكست عكسها كده يعني شمال هيجي معايا شمال. تمام. وكده هينزل الدراع الاولاني وكده هيلم الدراع الاولاني، يبقى كله ديت في الوصله الاولانيه دي. تمام. يبقى دي خاصه بالوصله الاولانيه، دوران يمين ودوران شمال وتنزل الدراع وترفع الدراع. تمام. والعصايه دي تمام خاصة بالوصلة الثانية هاي، هذه الوصلة الثانية يا شباب هاي داي هاي. تمام. يبقى يا لو اني جيت كده هلم الباكت، هلم الدراع يعني الثاني، وكده افرد الدراع الثاني برضه. يبقى كده الم وكده افرد. تمام. كده افضي وكده
اعبي. يا شباب والدواسه دي يا شباب تمام، لو انا دست عليها لقدام هتفرد لي البوم الثالث، وعيني هناك عند الباكت دي، لو انا عايز اطول البوم بتاعي ادوس عليها لقدام زي كده تروح مطوله البوم خالص معي، يعني اطول البوم بتاع متر ونص يعني تمام. لو انا عايز المها ثاني اروح، لو انا عايز المها ثاني اروح داس هنا كده اهو، هتروح لمه معايا يا شايفينها يا شباب تمام. يبقى الدواسه دي لو انا لقدام هتفرد لي البوم هناك اهو، البوم الثالث تمام، لو انا عايز اطول البوم بتاعي يعني، لو انا عايز الم خلاص راح داس عليها كده تمام يا شباب. يا شباب صح، ما تنسينا احنا نقول لكم الجكات، وعين الجك دي والجك دي طبعا لازم قبل ما اجي احفر لازم اهماتي ارفعهم كده، لما احب الم خلاص تمام اروح شددهم كده لمي لازم دولة طبعا تمام. يبقى كده اياه ارفع الجكات عشان الجي سي بي يبقى متين في الارض ما يتهزش مني. شباب وبكده يبقى نحنا شرحنا كل حاجة، اذا عجبكم الفيديو منسوش الاشتراك والاعجاب وفعلوا زر الجرس عشان ان شاء الله كل فيديوهات اللي نزلها توصلكم. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله، السلام عليكم.